السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مكملة معاكم يا شباب في يونت 3. النهاردة ان شاء الله هشتغل لسون 4 بس، مش هشتغل 4 to 6، هشتغل لسون 4 بس. Ordering of Operations and Exponents، عنوان جديد ودرس جديد عايز اهتمام. متفقين؟ قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب. بسم الله. اولا هو هنا بيقول لك ليرن نمبر 1. خد بالك بقى ان ليرن نمبر 1 دي هيعلمك حاجه جديده تماما تماما، وهيتعامل معاك جوه الدرس بتاعك ده ان انت عارفها. يعني احنا هنتعلم حاجه جديده، وبعد كده لما نيجي نروح عند order of operations and exponents هتعامل معاك خلاص انت عارفها. طب يا ميس ده انا لسه متعلمها، يبقى مطلوب منك ايه؟ افهم كويس جدا اللي انا هقوله دلوقتي، ركز معايا. انا هقولك حاجة جميلة وسهلة، بس لو سمحت ادي الحصة اهتمامها، لان لا يخلو امتحان من سؤال في الحصة بتاعت النهاردة، لازم، وممكن يبقى سؤال واتنين. متفقين؟ طيب قبل ما اروح بقى واقولك repeated multiplication او exponents، تعالى ما اقولك حاجة. لما جينا اصلا زمان زمان جدا كده وانت في جريد 2 عشان تتعلم يعني ايه ملتبليكيشن، مش كنا بنقول لما يقول لك مثلا 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 مثلا، كلام ده ايكوالز، كنت بتقولي ايه لو قلت لك عبر لي عنه ويز ملتبلاي؟ كنت هتقولي يا ميس هاخد ال 2 واكتب 2 ملتبلايد باي، واروح اعد هي اتعادت كم مرة، repeated how many times، 1 2 3 4 5، فبقت 2 multiplied by 5 والكلام ده equals 10، صح كده؟ فالشكل ده بالنسبة لك كان repeated addition، الشكل ده بالنسبة لك كان repeated addition. وعشان هو repeated addition لنفس النمبر قدرت تعبر عنه with ملتبلاي، وعرفت التايم تيبل بقى، ومشيت سنين حياتك وانت عمال تتعلم ها ملتبلاي وديفايد وكل الكلام بقى اللي انت ايه اللي انت عارفه، كلمه برودكت وكلمه بقى يا ميس لما نيجي نعمل الديفايد عندي ديفيدند وعندي، عرفنا بناء على ايه؟ على الاساس اللي اتحط لنا اللي هو ده، اللي هو لما يكون عندك ريبيتد اديشن، صح كده؟ طب ايه رأيك لو الوضع اتغير من كلمة repeated addition دي لانه بقى repeated multiplication؟ بص معايا بقى كده، repeated multiplication يعني انت عندك ايه؟ عندي number هفضل اعمل multiply by itself by itself by itself، عمال اعمل له multiply في نفسه، صح كده؟ يعني لما اقول لك مثلا 3 multiply it by 3 multiply it by 3 multiply it by 3، هل المنظر بتاع repeated multiplication ده اقدر اعبر عنه بشكل تاني زي بالظبط لما كان في repeated addition فروحت عبرت عنه بالملتبلاي؟ repeated multiplication لما تلاقي number عمال تعمل له multiply by itself وعمال تكرر فيه تقدر تعبر عنه بشكل تاني، اللي هو ايه يا ميس؟ اللي هو ان انت النمبر بتاعك اللي انت عمال تعمل له repeated multiply ده بتاخده تكتبه تحت كده، تقول لي انا عمال اعمل 3 by 3 by 3 by 3، انا هاخد 3 واحدة بس واكتبها، وبعد كده ها هي 3 دي repeated how many times قدامك، اتكررت كم مرة، اتكررت كام مرة يا ميس؟ 1 2 3 4، اتكررت 4 times، او كلمة 4 دي بتروح تكتبها فوق هنا، خد بالك اتكتبت فين؟ فوق هنا، ونقراها 3 to the power 4، 3 to the power 4. 3 دي بسميها بيز،
بسميها بيز، اسمها كده. يبقى لما تروح عند repeated multiplication وتحب تعبر عنه بشكل تاني، ها الاكزامبل اللي معايا 3 باي 3 باي 3 باي 3 3 عماله تتكرر اهي، فنزلتها تحت وكتبت 3 to the power power 4. اوكي طيب ليه 4؟ لانها اتكررت قدامي 4 تايمز، وال3 الرقم اللي بيتكتب تحت اللي عمال يتكرر ده قلنا بسميه بيز، ملوش اسم تاني. طب النمبر اللي بيتكتب فوق ده، عايز اقول لك ليه 3 اسماء. الرقم اللي هيتكتب من فوق ده اللي هو عدد التكرار بتاعك ليه 3 اسماء، اللي هم ادي 1 2 3. اول واحد اسمه اكسبوننت، اكسبوننت، والتاني باور، والتالت اندكس. يبقى انت لما تسمع كلمة exponent او power او index، يبقى انت فاهم ان انت بتتكلم على النمبر بتاعك اللي موجود فين؟ فوق، 3 power 4. غالبا واحنا بنقرأ هنبقى بنستخدم كلمة power، لكن ممكن يستخدم لك كلمة exponent او index، ها في choose او complete، يختبر كده انت فاهم ان المكان ده ليه اكتر من اسمه ولا لا. متفقين؟ طب تعالى نشوف الاكزامبلز اللي نازله معاك في المعاصر، انا ماشيه معاك ستيب باي ستيب ما تقلقش. هو هنا مثلا يدي لك اول بقى واحده خالص اللي بيشرح عليها، فبيقول لك 5 ملتبلايد باي 5 ملتبلايد باي 5 باي 5 باي 5 باي 5. الكلام ده ايكوالز، ها انا شايف ايه؟ ريبيتد ملتبليكيشن. طب نعبر عنها ازاي؟ هناخد 5 وهننزلها هنا بيز، البيز بتاعتك 5. اوكي ريبيتد هاو ماني تايمز؟ عد معايا 1 2 3 4 5 6، هكتب له 6 هنا. نقرا 5 to the power 6 5 to the power 6. ها تعالى بص كده، ال 6 اسمها ايه؟ 6 اللي هي فوق، اكسبوننت باور اندكس. 6 دي اسمها اكسبوننت باور اندكس. طب ال 5 اسمها بيز، بيز. متفقين؟ ها ونقراها زي ما قلنا 5 to the power 6 5 to the power 6. متفقين؟ طيب تعال نشوف more examples اللي هو برضو كاتب، ها كاتب لك ايه؟ عكس المنظر، يعني كاتب لك 7 power 3. الكلام ده equals ايه؟ ايه رأيك اللي فاهم؟ مين هو الرقم اللي عمال يتعمل له repeated؟ 7 ملتبلايد باي. طب اتعمل لها ريبيتد كم مرة؟ 3، يعني 7 ملتبلايد باي 7 ملتبلايد باي 7. يعني انا لو اديت لك الشكل ده انت فاهم ان البيز بتاعك ايه؟ 7، وال7 عماله يتعمل لها ملتبلاي في نفسها كم مرة؟ 3 تايمز، بقت 7 باي 7 باي 7. واضحة الفكرة يا شباب؟ طيب بعد كده رجع قال لك، طب لو انا دخلت لك في الموضوع سيمبل، ما كتبت لكش نمبر، كتبت لك y multiplied by y multiplied by y by y by y. الكلام ده equals ايه؟ ها ايا كان بقى الفاليو بتاعت y، هيفرق معاك في حاجة؟ مش هيفرق. طب وبعدين يا ميس؟ يعني هو مش هيفرق. طب امال انا اعمل ايه؟ انت بس فكر البيز بتاعتك ايه؟ البيز اللي هو النمبر اللي عمال اعمل multiply by itself by itself y يا ميس اهي. عملت لها repeated multiplication كم مرة؟ كررت multiply by itself كم مرة؟ عد معي 1 2 3 4 5 اكتب لي الباور بتاعها 5، فبقت y to the power 5 y to the power 5. واضحة الفكرة يا شباب؟ تمام، ده أول حاجة عاوزك تبقى فاهمها كويس قوي، repeated multiplication repeated multiplication. خد بالك انه بعد كده هيتعامل معاك ان انت فاهم ده وعارفه وتعاملت معاه. يبقى repeated multiplication، انت عندك number عمال اعمل multiply by itself by itself by itself، فباخد النمبر ده احطه في البيز واشوفه تعاد by itself كم مرة، واكتب الباور بتاعتي. متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك teamwork. خد بالك بقى يا عم، لما اجي اقول لك 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by ايه؟ 2. ها المنظر ده، المنظر ده بالنسبة لك
ريبيتد مالتيبليكيشن ولا لا؟ اه يا مس ريبيتد مالتيبليكيشن تمام. تقدر تكتبه لي بالشكل التاني اللي انا لسه معلمه لك دلوقتي؟ اه يا مس اقدر. التو عماله تتكرر يبقى هي دي التو، وهبدا اعدهم اتكررت كام مره، 1 2 3 4 يبقى 2 تو ذا باور 4. برافو عليك. الشكل وانا عمال اكتب لك 2 باي 2 باي 2 باي 2 ده اسمه اكسباندد فورم، اسمه اكسباندد فورم اهو، اكسباندد فورم. متفقين؟ والشكل وانت كاتبها لي 2 تو ذا باور 4 ده بسميه، المنظر ده مهم بقى والاسم جديد عايزاك تبقى فاهمه كويس، اكسبوننشال فورم. اكسبوننشال فورم تمام. طب الكلام ده ايكوالز ايه يا ميس؟ انت عرفتيني الشكل ده والشكل ده، طب الكلام ده الناتج النهائي البرودكت بتاعي اللي هنا ايكوالز ايه؟ 2 باي 2 بايه؟ ب 4، و 2 باي 2 ب 4، 4 باي 4 16، يعني انا عندي هنا 16. ال 16 بتاعتك دي اسمها ايه؟ ستاندرد فورم، الستاندرد بتاعتك لانه نمبر عادي، ستاندرد فورم لانه نمبر عادي. متفقين؟ طيب دي اول معلومه تبقى عارفها، اللي هي الاسماء بتاعتهم التلات اشكال بتاعتهم اكسباندد فورم، المنظر التاني بتاعك اكسبوننشال فورم، ستاندرد فورم. متفقين؟ طيب بعد كده نمبر 2 فري ماركس اللي احنا شغالين فيها دلوقتي جوه كتابك، يعني انا باخد الحاجه وبشرحها معاك بره. المنظر التاني هتلاقيه كاتب لك any number to the first power. بص كده احنا خلصنا ده، هو هنا كاتب لك any number to the first power is the number itself. first power يعني to the power 1، to the power 1 يعني بكتب فوق 1. بص كده لما يقول لك 5 power 1 معناها ال 5 repeated how many times؟ only one time، يبقى 5. يبقى any number to the power 1 is the number itself، is the number itself تمام. 100 يا سيدي to the power 1 equals 100. هو كتب لك 9 to the power 1 equals 9. اي number بقى هيقابلك، اي number هقابلك to the power 1 is the number itself، ما عنديش اي مشكلة تمام. بعد كده بيعلق على number 1، نمبر ايه؟ 1. بص كده نمبر 1 to the power of any number، حط لي هنا اي باور في الدنيا، ما انت فاهم بقى باور دي النمبر اللي بيتكتب فوق هنا، is the number 1 itself. هيرجع لك تاني 1 يعني ايه؟ يعني لما اقول لك 1 to the power 4 الكلام ده equals، معناها ال 1 حصل لها multiply by itself ايه؟ 4 times، يعني 1 multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1، الكلام ده equals 1 by 1 by 1 by 1 1. يبقى number 1 to the power of any number، اي number تحطه لي هنا is the power of number 1 equals 1 itself. هيدي لك تاني 1، تاني 1 to the power 2 معناها ايه؟ 1 to the power 2، خد بالك انا مش بقول 1 multiplied by 2، انا بقول 1 to the power 2 معناها 1 multiplied by 1 والكلام ده equals 1. واضحه الفكره يا شباب؟ تعال نشوف اللي بعده. بصوا معايا بقى على النوت اللي موجوده قدامكم وبيقول لك ايه. طبعا انا لو حطيت لك 7 to the power 2، انا قريتها صح على فكره، 7 to the power 2 انا ما عنديش مشكله، بس هو هنا بيقول لك ان ليها قرايه تانية، ليها كمان قرايه تانية، انك تنفع تقول عليها the square of 7. يبقى لما تكون الباور بتاعتك 2 انت عندك قرايتين، انت عندك قرايتين، يا اما تقول لي 7 to the power 2 على حسب طبعا البيز بتاعتك، البيز اللي هو النمبر اللي بكتبه تحت، يا اما تقول لي the square of 2. طب لو كان عندك الباور 3، تعال نقرا ده 6 to the power 3، 6 to the power 3 ليها قراية تانية اللي هي the cube of 6. يبقى لما تشوف كلمة cube تفهم ان الباور بتاعك 3، لما تشوف كلمة square
تفهم ان الباور بتاعك 2، هو ده الهدف من النوت اللي هنا. تاني، لما تشوف كلمة cube of number cube يبقى الباور بتاعك 3، لما تشوف كلمة square of number تفهم ان الباور بتاعك النمبر اللي بيتكتب فوق الاندكس بتاعك، احنا قلنا ليها اكتر من مسمى 2، سكوير يبقى 2. متفقين؟ طيب تعالى نبدأ نبص على example number 1، نبدأ بقى نشوف فعلا ايه اول شكل كده من اشكال الاسئلة هيقابلنا. ها، هو مدي لك exponential form. طيب 2 to the power 3 بيز، البيز بتاعتك اللي هي النمبر اللي تحت 2، اكسبوننت النمبر اللي فوق يبقى 3، اكسباندد فورم، ها معناها ان 2 ريبيتد هاو ميني تايمز، 3 تايمز، صح كده؟ يعني 2 multiplied by 2 multiplied by 2. ها سمبلست فورم، قول لي البرودكت 2 by 2 4 by 2 يعني 8. خلاص. طب اللي بعدها مديلك بيز واكسبوننت، مديلك بيز واكسبوننت، وعايزك انت تكتب له اكسبوننشال فورم. ماشي، البيز بيتكتب تحت يمين 7 to the power 2، دي معناها 7 to the power 2 بيز باور او بيز اكسبوننت زي ما هيستخدم معاك الكلمة. طب بعد كده اكسباندد فورم معناها 7 multiplied by 7 اهو عملت لها multiply by itself بقت 7 to the power 2. simplest form 7 by 7 بكام يا بطل؟ 49. متفقين؟ طب تعالى بص هنا، هو مدي لك expanded form 3 by 3 by 3 by 3، تعالى نروح احنا نعمل له الايه exponential form بتاعتك. متفقين؟ طب معناها 3 اهي 2 to the power 1 2 3 4 to the power 4 3 to the power 4، البيز بتاعتك عبارة عن 3، النمبر اللي عمال يتعاد، exponent بتاعتك عبارة عن 4. متفقين؟ طب simplest form بتاعتك قول لي البرودكت ده equals ايه؟ يمس 3 by 3 ب 9 و 3 by 3 ب 9 9 by 9 يعني 81. برافو عليك، احنا خلصنا اول table. تعال ننزل check your understanding، تعال ننزل نحله مع بعض. انا يهمني نحل على الجزئية دي كتير قوي قوي قوي، عشان الجزئية اللي احنا شغالين فيها دي بيز وباور واكسبوننت والكلام اللي الميس عمالة تقوله ده اساس في الجزء بتاع، احنا كل ده لسه ما دخلناش تخيله في الدرس الجديد بتاعنا بتاع النهاردة. احنا كل ده بنشتغل حاجة معينة كده بزبطها في دماغك، عايزك فاهمها كويس قوي وانت بتحل. check your understanding، ها معاك بيز عبارة عن 5، exponent هيبقى ايه؟ خد بالك هو مدي لك 5 by 5 by 5. اوكي، يمس exponent دوت اللي هو ال 5 repeated how many times؟ 3 times. exponential form بتاعتك عبارة عن 5 to the power 3، 5 تحت والباور فوق. simplest form قل لي البرودكت 5 by 5 يمس 25 25 by 5 يمس 125، واللي مش عارف تعالى بص كده 25 multiplied by 5 equals 5 by 5 25 5 and carry 2 up 2 by 5 10 plus 2 يعني 12 125. طيب هو هنا مديني زي ما انت شايف كده expanded form 2 by 2 by 2 by 2، البيز بتاعتك مين الرقم اللي عمال يتعاد؟ 2. روح اكتب له، هو كتب لك exponent ان 2 اتعادت 4 times. طيب exponential form بتاعتك عبارة عن يمس base 2 the exponent او the power، يعني البيز هينزل 2 power 4 2 to the power 4. simplest form قولي البرودكت 2 by 2 4 و 2 by 2 4 4 by 4 16. متفقين؟ طب اللي بعدها ها مدي لك ايه؟ مديني exponential form يمس، تمام، بيز بتاعتك 9، exponent 2، expanded form يميس معناها 9 multiplied by 9. طب 9 by 9 equals 81. متفقين؟ طيب الصفحة اللي جنبها هتلاقيه كاتب لك learn
اللي هو تو، العنوان بتاع الدرس بتاعك، بس انا مش هروح له دلوقتي برضو. انا هروح معاك على الاكسرسايز، هحل معاك الاسئلة المتعلقة بالكلام اللي كنا بنقوله، هثبت المعلومة الاول. امشي معايا زي ما بقولك عشان الجزء ده جديد وانا عايزاك فاهمه كويس قوي. معانا بقى الصفحة الاولانية من التدريبات دي، هنحلها مع بعض الاول، متفقين؟ هو بيقولك describe what the expression 9 to the power 2 represent by answering each of the following. هو مدي لك expression اهو 9 to the power 2. طيب what is the base؟ انا عايزك بقى خلاص لو انت فاهم ابدأ قولي 9، البيز بتاعتي 9. what is the exponent؟ exponent بتاعتي means 2. بعد كده what is the simplified value and how did you find it؟ ها السمبليفايد فاليو بتاعتك يميس معناها 9 ملتبلايد باي 9، الكلام ده ايكوالز 81. الفاليو بتاعتي 81، ولقيتها ازاي؟ لقيتها لان انا عارف ان 9 تو ذا باور 2 معناها 9 ملتبلايد باي 9. متفقين؟ طب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديسكرايب واتس ذا اكسبريشن 2 تو ذا باور 3 ريبريزنت باي انسرينج ايتش اوف ذا فولوينج. وات از ذا بيز؟ رد عليا 2. what is the exponent 3. what is the simplified value and how did you find it؟ ها معناها 2 multiplied by 2 multiplied by 2. تمام 2 by 2 4 4 by 2 8. خلاص خلصت. اللي بعده complete. ركز معايا بقى، انا عايزاك حاول دايما تبقى سابقني بخطوه، حاول كده ترد معايا وانا بتكلم. 7 by 7 by 7 الكلام ده equals 7 to the power ها اتعدد كم مرة؟ 3، يبقى 7 to the power 3. 6 by 6 by 6 by 6 الكلام ده equals 6 to the power ادي 1 2 3 4 to the power 4. k by k by k by k by k equals k to the power عد معايا 1 2 3 4 5 يبقى k to the power 5. y by y equals y to the power ادي 1 2 y to the power 2. 9 to the power 4 الكلام ده equals ادي 9 to the power 4. هو ده معناه، بص ال 9 تحت والفوق والفور بتتكتب فوقها شويه. 5 squared فاكر قلت لك ايه ممكن يسالك فيها؟ مش لسه كنت قريتها معاك في النوت؟ قلت لك لما تسمع كلمه squared معناها 5 to the power 2. كلمه squared دي معناها to the power 2. 3 cubed ها برضو cubed دي معناها to the power 3، يبقى انت معاك 3 to the power 3. طب هنا 3 to the power 4، 3 to the power 4 الكلام ده equals ايه يميس؟ طب اكتب له ايه؟ انت ممكن تكتب له 3 multiplied by 3 by 3 by 3 expanded form. ممكن تكتب له الستاندرد فورم، ودي الافضل، دي الافضل ليك، او اكتب له دي ودي، يعني وري له ان انت فاهم 3 باي 3 ب 9 و 3 باي 3 ب 9 9 باي 9 يعني 81. انا بيتهيألي الفكره بقت واضحه جدا وسهله كمان. ها complete the following table. هو مدي لك بيز اكسبوننت، وكاتب لك كمان اكسبوننشال فورم، عايز اكسباندد فورم وسمبلست فورم، نتعامل مع التيبل كله. اوكي بيز اكسبوننت، خد بالك ان اكسبوننت دي هي هي كلمه باور وهي هي كلمه اندكس. طيب يبقى انا معايا 5 تو ذا باور 2، اكسباندد فورم معناها 5 ملتبلايد باي 5، سمبلست فورم 5 باي 5 ايكوالز 25. متفقين؟ طيب هو كاتب لك اكسبوننشال فورم، بيز بتاعتك 3، الاكسبوننت بتاعتك 3، اكسباندد فورم معناها 3 باي 3 باي 3، 3 ريبيتد 3 تايمز، سمبلست فورم 3 باي 3 9، 9 باي 3 27. طب هنا 2 باي 2 باي 2 باي 2 باي 2، تعالى نعمل الاول اكسبوننشال فورم، يبقى عندي بيز عباره عن 2 ريبيتد هاو ميني تايمز 1 2 3 4 5، يبقى 2 تو ذا باور 5، بيز 2 exponent 5، ها simplest form 2 by 2 4، 4 by 2 8، 8 by 2 16، 16 by 2 32.
طب هنا مديلك ايه؟ مديلك البيز بتاعتك 4، مديلك البيز بتاعتك عبارة عن 4 زي ما انت شايف كده، تمام؟ وبيقولك كمل لي انت كل الكلام ده. ايه يا ميس ده؟ احلها ازاي دي؟ تعال حلها من الحتة دي، شايف الحتة دي؟ ما هي دي اللي هتعرفك الفور repeated how many times، لانك هتيجي هنا تكتب 4 by 4 by 4، وكده هتقدر تعمل ايه؟ exponential form بتاعتك، معناها 4 to the power 3 repeated 3 times، فالبيز بتاعتك بقت 4 والاكسبوننت بتاعتك 3. 4 by 4 16، طب 16 multiplied by 4 هروح اعملها فوق 16 multiplied by 4 الكلام ده equals 6 by 4 24، 4 and carry up to 1 by 4 before plus 2 60 بس 64، تمام؟ طيب بعد كده هو مديلك السمبلست فورم بتاعتك 9، اخر واحدة معاك في التيبل، هو مديلك السمبلست فورم بتاعتك 9، وعايزك انت تعمل التيبل كله. يا ميس صعبة دي؟ لا والله مش صعبة. انت هتسأل نفسك ايه هو النمبر اللي لما اعمل له ملتبلاي باي اتسلف هيدي لك 9؟ مين؟ 3 3 باي 3 ايكوالز 9. يبقى تعالى اكتب له الاكسباندد فورم بتاعتك 3 ملتبلاي باي 3، هو كتب لك السمبلست وانت عرفت اهو ان 3 باي 3 ب 9، صح كده؟ بعد كده تقدر تكتب له دلوقتي اكسبوننشال فورم بتاعتك. اه يا ميس اصلها معناها 3 تو ذا باور 2 اتكررت مرتين، يبقى البيز بتاعتك الرقم اللي تحت 3 واكسبوننت بتاعتك 2. احنا كده ثبتنا المعلومة على قدر المستطاع، المعلومة الجديدة بتاعت النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا منها علشان نقدر ندخل على الدرس الجديد بقى الاساسي بتاعنا. يلا نتوكل على الله. Ordering of operations and exponents. Order of operations. طيب خلونا الاول نراجع على معلومة المفروض ان انت عارفها، المفروض ان انت عارفها من قبل كده، وبعد ما راجع معاك عليها هزود بقى عليهم الكلام بتاع exponent، تمام؟ طيب هنا هتكلم على order of operations. عندك how many operations في الميس؟ الميس عندي plus وminus وmultiply وdivide، دي الoperations الأساسية اللي أنا عارفها ومتعلمها وتمام. طيب وطبعا لما بتيجي تحل أي مسألة انت بتبدأ حلها from the left to the right، from the left to the right، متفقين؟ فلما تلاقي عندك مسألة زي أول واحدة كده، problem زي أول واحدة 4 plus 3 minus 2، عندك بلس وماينس، انا ما عنديش فيها مشكلة، انا دي ما عنديش فيها مشكلة. ليه؟ لان انت هتمشي عادي، الاول قبلك 4 بلس 3 هتقول لي equals 7، بعدين 7 ماينس 2، 7 ماينس 2 يا ميس يعني 5، خلصت. يبقى بلس وماينس وانت ماشي من الليفت للرايت، اللي قبلك الاول اعمله، قبلك بلس عملته وبعدين قبلك ماينس عملته، ما عنديش مشكله ما دام بلس وماينس بس، متفقين؟ تعالى بص بقى على اللي بعدها، كاتب لك 2 بلس 4 ملتبلايد باي 3. طب يا مس ما انت قلتي فروم ذا ليفت تو ذا رايت، هروح اعمل 2 بلس 4 وبعدين اعمل ملتبلاي باي 3. اوعى تعمل كده. لما بيكون عندك اوبريشنز من الفور اوبريشنز بتاعتك بالمنظر ده، خد بالك بقى من اللي انا هقوله دلوقتي، خد بالك من اللي انا هقوله. لو البلس والماينس والملتبلاي والديفايد دخلوا سباق كله بيجري، مين يسبق؟ مين يتعمل الاول؟ مين الاوبريشن اللي تتعمل الاول؟ هتلاقي ان الملتبلاي والديفايد اللي قبلك منهم بيتعمل الاول، بعد كده بلس وماينس اللي قبلك منهم يتعمل بالدور بتاعه. يعني ايه يا ميس؟ نوضح الكلام تاني، بس الاول اقول الجملة واثبتها. ملتبلاي وديفايد دول يسبقوا وبعد كده بلس وماينس. طب تعالى هنا، قبلك مين؟ قبلك ملتبلاي او ديفايد؟ انا عيني جاية هي في 4 ملتبلاي باي 3، اعمل لها قوس كده، ومعنى قوس ان لازم تعمل اللي جوه القوس ده الاول، يبقى الملتبلاي سبقت ايه؟ البلس، الملتبلاي
سبقت البلس، لازم تعمل ده الاول، تحله الاول، يبقى التو بلس دي هتنزل زي ما هي تو بلس اهو، ولازم تخلص القوس ده الاول. 4 ملتبلايد باي 3 يعني 12، 2 بلس 12 يبقى 14. انت كده حلتها صح، تمام. تخيل بقى الناس اللي راحت ما عملتش القوس ده وما تعرفش المعلومه بتاعت ان الملتبلاي بيسبق، متفقين، ومشوا عادي من الليفت للرايت، فقال 2 بلس 4 يمس 2 بلس 4 يعني 6، و 6 ملتبلايد باي 3 يعني 18، والحل الصحيح بتاعها ايه؟ 14. يبقى الملتبلاي والديفايد بيسبق، وانت بتحل الملتبلاي والديفايد بيسبق. طب تعالى بص على اللي بعدها، ها 4 بلس 7 فتح لي قوس 1 بلس 4 ألف به كده. انت عارف انك لما تشوف قوس يعني هنا في ايه؟ في ملتبلاي مش مكتوبة، صح ولا لا؟ تمام. طيب الحاجة التانية، لازم لما يكون عندك اي اقواس جوه المسألة بتاعتك خلصها الاول، خلص القوس بتاعك الاول. يبقى احنا كده هننزل اهو، ها الفور هتنزل فور زي ما هي، بلس السيفن نزلت زي ما هي اهي، وانت قلتي ان في ملتبلاي كتبتها اهو، 1 بلس 4 يعني ملتبلاي باي 5، خلصت القوس اهو، والكلام ده ايكوال. بقى عندك ايه؟ بقى عندي يميز بلس وملتبلاي. مين اللي يسبق لما يقابلك؟ الملتبلاي بتيجي قبل البلس. يبقى تعالى اعمل قوس عند 7 ملتبلاي باي 5 كده وخلص لي الكلام ده الاول. ها قابلني 4 بلس هنزلها اهي، 4 بلس 7 باي 5 35، 4 بلس 35 يعني 39. انت كده حلتها، خدت بالك؟ يبقى لما يكون عندك قوس تخلصه الاول، لازم تخلصه الاول، وبعد كده قبلك ملتبلاي هتعمله. اخر الحاجات هي البلس والماينس بتاعك. تعال نبص على بعدها، 3 ماينس 9 ديفايدد باي 3. يلا بقى يا ميس نمشي من الليفت للرايت، واللي قابلنا نعمله وخلاص. يا عم والله ما ينفع، والله ما ينفع. ها بص كده، انت عندك ايه؟ عندك ديفايد. بص احنا متفقين اهو، ملتبلاي وديفايد ايه؟ بيسبقوا. لو كل الاوبريشنز بتاعتك الملتبلاي والديفايد والبلس والماينس دخلوا في سباق، الملتبلاي والديفايد هما اللي بيسبقوا الاول، وبعد كده يجي البلس والماينس. معنى كده ان يا ميس انت عايزاني اعمل قوس عند الديفايد. بالظبط، هتعمل قوس عند 9 ديفايدد باي 3 بالمنظر ده. وكده ما دام عملت قوس يبقى انت لازم تخلص الجزء ده الاول. يبقى انت هتنزل 3 ماينس اهو، الجزء الاولاني ينزل زي ما هو مش هعمل فيه حاجه، واروح اخلص القوس 9 ديفايدد باي 3 ب 3. 3 ماينس 3 0، وانت كده خلصتها. الكلام اللي انا بقوله ده المفروض، المفروض ان انت عارفه، ده مش جديد عليك، يعني المفروض ان انت خدته قبل كده في جريد 4، خدت درس اسمه order of operations وحليت عليه. عموما لو عندك فيه مشكلة لسه او محتاج تحل عليه اكتر على الجزء الاولاني اللي هو قبل ما زود الجديد بتاعنا بتاع النهاردة، في درس متصور بتاع جريد 4 اسمه order of operations، روح اتفرج عليه كده وقوي نفسك في الموضوع لو انت حابب تحل مسائل اكتر، متفقين؟ تعال بقى نكمل ونبدأ ندخل كلمة exponent معانا في الموضوع، تمام؟ هو هنا كاتب لك find زي ما انت شايف كده 3 multiplied by 5 minus وفتح قوس 4 minus 2 الكلام ده كله to the power 2 divided by 4. ايه ده يا ميس؟ تعال بقى نحلها، تعال نمشي كده step by step ونبدأ نفكر هنحلها ازاي. انا هنقل المسألة اللي قدامك دي بره، وكتب لك 3 multiplied by 5 minus وفتح القوس بتاعه 4 minus 2 الكلام ده to the power 2 divided by 4، ويمشي معايا step by step، خطوة بخطوة. خطوة بإيه؟ بخطوة. ركز بقى، أول ما عينك تيجي على expression بالمنظر ده وتلاقي فيه أقواس، أول حاجة روح خلص الحاجة اللي جوه القوس، خلص الحاجة اللي جوه إيه؟ القوس. معنى كده ان اي نمبرز تانية واي اوبريشنز تانية هتبدأ تنزلها زي ما هي. هدفك في اول خطوة ان انت بتخلص الحاجة اللي جوه القوس بس، ما عندكش هدف تاني، متفقين؟ طب يلا، يعني يا ميس انت عايزاني امشي اكتب 3 multiplied by 5 minus
اخلص اللي جوه القوس يعني 4 ماينس 2 ب 2. بس خد بالك ان القوس محطوط عليه ايه؟ تو ذا باور 2، فهتكتب 2 تو ذا باور 2 بالمنظر ده عشان القوس عليه باور 2. كمل ديفايدد باي الفور، ادي اول حاجه. طب تاني حاجه، لما تلاقي حاجه فيها اكسبوننت فيها باور فيها اندكس، بص كل الكلمات اهو، لما تلاقي المنظر ده خلصه الاول، يبقى دي تاني حاجه هتخلصها. متفقين؟ دي تاني حاجه هتخلصها. اوكي، يعني انت عايزانا ننزل الحاجات الباقيه زي ما هي. ايوه يلا. 3 ملتبلايد باي 5، الكلام ده ماينس 2 باور 2 يعني 2 ملتبلايد باي 2، 2 باور 2 يعني 2 ملتبلايد باي 2، 2 باي 2 ب 4، الكلام ده ديفايدد باي 4. ادي الخطوه اللي بعدها. متفقين؟ دي الخطوه اللي بعدها. وصلت لايه؟ وصلت ل 3 ملتبلايد باي 5 ماينس 4 ديفايدد باي 4. اعمل ايه؟ خلينا نتفق على جنب كده، هأكد عليك، انت دايما معاك الملتبلاي والديفايد بيسبقوا الماينس والبلس، الملتبلاي والديفايد بيسبقوا الماينس والبلس. تعال بص على المسألة اللي قدامك دي، فيها ملتبلاي فيها 2 نمبرز بينهم ملتبلاي، اعملي عليهم قوس بالمنظر ده. انا بعلمك الطريقة اللي ما تلخبطكش، يعني مش راح اقولك امشي from the left بقى to the right وبعد كده ممكن تتلخبط. لو فهمت اللي انا بقوله عمرك ما هتحلها غلط، عمرك. وكل المسائل هنثبت الطريقة، عمرك ما هتحلها غلط. تمام؟ الماينس استني شوية، ده انا عندي ديفايد. الماينس استني شوية، انت هتتأخري، انا عندي ديفايد. يبقى 4 divided by الفور دي كمان هعمل لها قوس. متفقين؟ يبقى الماينس والبلس يستنوا شويه طول ما انت عندك ملتبلاي وديفايد. ظبطت الاقواس بتاعتك، ابدا اشتغل بقى فروم ذا ليفت تو ذا رايت، انزل على تحت الخطوه اللي بعدها. 3 باي 5 بايه؟ ب 15، قبلك الماينس نزلها. 4 ديفايدد باي 4، ما انت عامل القوس اهو، 4 ديفايدد باي 4 يعني 1 ايكوالز 15 ماينس ال 1 14. انت خلصتها، انت كده خلصتها. متفقين؟ المنظر اللي انا بتكلم معاك فيه ده والترتيب اللي هو الملتبلاي والديفايد يسبق وبعد كده يجي الماينس والبلس، وانا عماله اقول لك لما تقابل ملتبلاي اعمل لي قوس على التو نمبرز اللي عندهم ملتبلاي، لما تقابل ديفايد اعمل لي اقواس على التو نمبرز اللي بينهم ديفايد. انا بعلمك حاجه مستحيل مستحيل تتلخبط في المساله بتاعتك بعد كده. تمام؟ طيب يبقى دي اول واحده، وطبعا هو هنا مطلع لك اهوت الناتج ايه؟ 14، لكن هو مشيها بطريقة يعني ممكن مع الوقت تتلخبطك، لكن اللي أنا بقوله لك ده زي ما بقول لك مستحيل تتلخبط بيه، وهدربك بالمنظر ده. طيب تعال نشوف الإكزامبلز بقى اللي معانا، تعال نشوف الإكزامبلز عشان نبدأ إيه نحل. هو هنا بيقول لك إكزامبل نمبر 2، يوز ذا أوردر أوف ماثيماتيكال أوبريشن، سمبلفاي إيتش أوف ذا فولوينج إكسبريشنز. سمبلفاي بقى لحد ما توصل للناتج ايه بتاعك. تمام؟ هبدا انقل اول واحده قدامك دي، هننقلها بره. انت معاك ايه؟ معايا يمس 12 بلس وفتح قوس 9 ماينس 2، الكلام ده ملتبلايد باي 3 تو ذا باور 2. انت مكتوب قدامك 12 بلس 9 ماينس 2، الكلام ده ملتبلايد باي 3 تو ذا باور 2. وخد بالك انا يهمني جدا ان انت تكون عارف تقرا زي ما انا عماله اقرا قدامك 3 تو ذا باور 2. اوكي، او ينفع تقراها سكوير اوف 3. اتفقنا لما يكون الباور بتاعك 2 ينفع تقراها سكويرد اوف 3. متفقين؟ طيب اول حاجه هنعملها مين؟ الاقواس. احنا اتفقنا اول حاجة تقابلنا لو في قوس نخلصه، يبقى اي حاجة تانية هتقابلك هتنزلها. قابلني 12 بلس نزلت اهي، 9 ماينس 2 9 ماينس 2 يمس يعني 7، الكلام ده ملتبلايد باي 3 باور 2. تاني حاجة هتعملها، ها هتفك الاكسبوننت بتاعتك، هتظبط لي دي، هتكتبها لي في السمبلست فورم بتاعتها.
يبقى اي حاجة قبل كده هتنزلها زي ما هي، انت هدفك دلوقتي دي تظبطها. متفقين؟ ال 12 نزلت اهي، بلس 7 ملتبلاي باي 3 باور 2 يعني 3 باي 3 يميز ب 9. ادي تاني خطوة. تالت خطوة هروح اكتب له هنا، انا عارف ان الديفايد والملتبلاي بيسبقوا والبلس والماينس بيتأخروا. ها يعني عندك بلس وعندك ملتبلاي. اه الملتبلاي من اللي بتسبق اهي، الميس قايلة الملتبلاي لما تقابلني تسبق في السباق، يبقى هعمل قوس الاول على التو نمبرز اللي بينهم ملتبلاي. متفقين؟ واللي قبل كده هينزلوا زي ما هم، انا عندي 12 بلس. طيب 7 ملتبلايد باي 9 بكام يا شباب؟ ها 63. والكلام ده ايكوالز، ابدا اجمع لي 12 بلس 63، 2 بلس 3 5، 1 بلس 6 7، طلع لك 75. انت كده خلصتها. يبقى الاول بتخلص الاقواس بتاعتك، بعد كده تروح تبص على الاكسبوننت بتاعك اوكي، وتكتبه في الستاندرد فورم. بعد كده الديفايد والملتبلاي او الملتبلاي والديفايد اللي بيجي منهم الاول بيسبق جوه المسألة بتاعتك، وبعد كده البلس والماينس. متفقين؟ تعال نشوف اللي بعدها. هو كاتب لك 40 divided by وبعدين 8 وفتح قوس كده 7 minus 5 الكلام ده to the power 2 plus 10. يا ميس انا لما بشوفها بخيف، والله العظيم ما تخيف، والله العظيم الموضوع ابسط ما يكون، امشي معايا step by step زي ما بقولك، والله مستحيل تحلها غلط، مستحيل. يلا نبدأ. الاول قابلني قوس هخلصه، اي حاجة تانية هنزلها زي ما هي. طيب انا عندي 40 divided by وادي ال 8، هخلص القوس بقى. بس خد بالك لما افتح قوس في 8 وافتح قوس كده انا عارف ان في multiply. متفقين؟ طيب 7 minus 5، 7 minus 5 يعني 2 اهي، بس خد بالك ان القوس عليه to the power 2 يبقى هينزل هنا باور 2 الكلام ده بلس 10. كملت. ادي اول حاجة. قبلك ايه؟ قابلني اكسبوننت. اوكي. يبقى هو ده اللي الدور عليه الاول يخلص دلوقتي. انزل تانية والكلام ده ايكوالز. اي حاجة هتقابلك تانية نزلها زي ما هي. يبقى 40 divided by ال 8 multiplied by 2 power 2 يعني 2 by 2. 2 by 2 equals 4 plus 10. متفقين؟ الخطوة اللي بعدها. طب بصي بقى يا ميس، هو هنا انت عمالة تقولي ديفايد والمالتبلاي هما بيسبقوا بعد كده بيجي البلس والماينس، صح كده؟ قلت لك اه صح. طب بصي هو هنا جايب 40 ديفايدد باي 8، انا ممكن اعمل قوس اهو، اهو ديفايد، وكمان جايب ال 8 مالتبلاي باي 4، ممكن اعمل اهو قوس عند الايه، عند المالتبلاي. اتفضلي بقى قولي لي اعمل القوس فين دلوقتي. لا ما تعملش قوس دلوقتي. بتقولي ايه؟ بقول لك استنى بس، ما تعملش قوس، امال اعمل ايه؟ امشي from the left to the right، من اللي هيقابلك اشتغله. ما دام المنظر قدامك كده، هعمل قوس على الديفايد ولا على الملتبلاي؟ لا، هما الاثنين ماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض، يعني اللي يقابلك الاول هتعمله. متفقين؟ يبقى ادي ايكوال 40 divided by 8، قابلني 40 divided by 8 هشتغلها كده، 40 divided by 8 equals 5. مش انت خلصت لغايه 40 divided by 8؟ نزل لي كل الكلام ده جنبه هنا. يبقى multiply by 4 plus 10 ودي equal تحت الايكوال. انت عارف كده كده لما يكون عندك multiply و plus الملتبلاي بيسبق. اهو القوس بتاعي اهو 5 by 4 ب 20، 20 plus 10 الكلام ده equals 30. خلصت. order of operations. خليك جدع، وقف الفيديو وخد المسألة كلها كده على بعضها ونقلها في ورقة بره وامشي معاها ستيب باي ستيب لحد ما تخلصها. خليك جدع وما تطنش، ابدا اتعود تكتب وتحل بايدك، لان الموضوع ده بيفرق جدا في الامتحانات. على قد ما هتمسك بايديك وتحل، على قد ما انت ان شاء الله هتجيب الدرجه النهائيه. مش كفايه ان انت تكون فاهم الميس بتقول لك ايه؟ طب تعالى نبدا نشوف اللي بعدها. انا معايا 30 ماينس وفتح قوس كبير كده، لو بصيت في كتابك هتلاقيه عامل زي ما انا بعمل بالظبط كده، بعدين فتح قوس صغير جوه 12
ماينس 3 بعدين باور 2 جوه القوس الصغير، بعدين قفل القوس الصغير وكتب 3 بره بالمنظر ده، ماينس 25 وقفل القوس الكبير ملتبلاي باي 5. بصي المنظر برضو هتعرف تحلها، برضو مفيش حاجة مش هتعرف تحلها. الكلام ده equals، مفيش حاجة مش هتعرف تحلها. خلي عندك ثقة في نفسك، فكر صح، رتب بس كده في دماغك انا هعمل ايه. ميس قايلة لما يكون في اقواس هعملها الاول، طب يا ميس هعمل القوس الكبير، مش هينفع، بتبدأ بالقوس الصغير وبعدين القوس الكبير. طب عشان تعمل القوس الصغير لقيت جواه، جوه القوس الصغير فيه ايه؟ فيه اكسبوننت، يبقى لازم تخلص الاول، اظبط القوس الصغير عشان تعرف تخلصه. يبقى لازم تظبط اول حاجه في المساله بتاعتك دي، هتظبط الفتفوته دي، ادي اول حاجه هتفكر فيها. يبقى انا هبدا انقل كل الخطوات بتاعتي تاني، كل الكلام ده هكتبه تاني، بس هغير ان 3 باور 2 معناها 3 باي 3 يعني 9، هشيل 3 باور 2 دي واحط مكانها 9، وادي اول خطوه بتاعتي اهو 30 ماينس، وفتحت القوس الكبير اهو، وادي 12 اهي ماينس، اتفقنا 3 باور 2 هشيلها واحط 9، اقفل القوس تو ذا باور 3 ماينس 25، اقفل القوس الكبير ملتبلايد باي 5. متفقين؟ ادي اول خطوه. بعد كده احنا متفقين احنا شغالين على القوس الصغير، تقدر تعمل السبتراكت دلوقتي؟ اقدر، يبقى خلص لي كلمه السبتراكت دي. اي حاجه تانية هتنقلها زي ما هي، اي حاجة تانية هتقابلك في المسألة انت بتنقلها زي ما هي. متفقين؟ يبقى قابلك 30 ماينس، افتح القوس الكبير اهو، 12 ماينس 9 بكام؟ ب 3 اهو، ده القوس الصغير، بس خد بالك مكتوب على القوس ايه؟ to the power 3، يبقى 3 دي to the power 3. بعد كده ماينس 25، اقفل القوس الكبير بتاعك multiplied by 5. بص الخطوات ماشية ازاي، الكلام ده equals. الدور دلوقتي انت عايز تخلص مين؟ عايز اخلص القوس الكبير. طب هينفع تخلصه وهو جواه في exponent؟ لا مش هينفع. يبقى هدفك دلوقتي تظبط دي 3 باور 3 دي بكام؟ 3 باور 3 دي الستاندرد فورم بتاعتها تدي لك كام؟ يبقى انت معاك 30 ماينس، وادي القوس اتفتح تاني، 3 باور 3 يعني 3 باي 3 باي 3، 3 باي 3 ب 9، 9 باي 3 يعني 27 ماينس، كمل لي 25، اقفل القوس ملتبلايد باي 5. تقدر تخلص القوس ده دلوقتي تقول لي 27 ماينس 25 بكام؟ طبعا ب 2، يعني القوس ده هيتشال وهيتحط 2. ابدا اشتغل على الخطوه اللي بعدها، يبقى 30 ماينس 2، اوعى تنسى ملتبلاي باي 5. ارجع تاني بقى الاوردر اوف ايه؟ اوبريشن. ها يبقى معاك ديفايد وملتبلاي وماينس وبلس، مش فارق معايا بقى يعني تكتب لي ديفايد ملتبلاي وتحتها ماينس وبلس، او تكتب لي ملتبلاي ديفايد وبعدين بلس وماينس، انا مش فارق معايا، انا المهم ان انت فاهم ان اللي فوق في ديفايد وملتبلاي وبعدهم في الماينس والبلس. معنى الكلام قابلني ماينس وقابلني ملتبلاي، لا تعالى لي عند الملتبلاي، ده اللي بيسبق، ده اللي بيسبق اهو. الميس قايله لو لقيت ديفايد او ملتبلاي اعمل عليه قوس اللي هو هو اللي هيسبق الاول. يبقى 30 ماينس دي نزلت زي ما هي اهي 2 باي 5 ب 10، و 30 ماينس 10 ب 20، احنا كده خلصناها. برضه هطلب منك نفس الطلب اللي طلبته في المساله اللي فاتت، خليك جدع، وقف الفيديو وخد المساله على ورقه بره وابدا اشتغلها بايدك، ان شاء الله هتحلها صح، ما تطنش. متفقين؟ ندخل بقى يا شباب على check your understanding. احنا كده خلصنا الحمد لله شرح للجزء الاساسي بتاع النهارده، والجزء ده مكمل معاك ومهم مهم مهم، يعني حتى لو مش كمل معاك في grade 6 فهو مكمل معاك بعد كده، يعني لازم حواره كتير الاكسبوننت ده، تمام؟ فهتسمع منه كتير، اتمنى تكون فاهمه كويس قوي. هنا بقى بيقول لك use the order of operations and exponent to simplify the following. انا هحلهم بس خليك جدع، انت وقف الفيديو وروح حلهم بره الاول، وارجع اعمل مقارنه بين الحل بتاعك وبتاعي، شوف كده نجحت توصل لنفس الناتج بتاعي ولا لا. طيب انا معايا 7 باور 2 ماينس 3، فتح قوس
15 minus 10 divided by 3. مش هي دي المسألة اللي قدامك؟ هي. طب يلا اتفقنا، اول حاجة بتقابلني لو قابلك قوس هخلصه، في قوس في المسألة قدامك طب يبقى هنخلصه الاول، اي حاجة تانية هنزلها زي ما هي. يبقى معايا 7 باور 2 minus 3، القوس ده معناه multiplied by 15 minus 10 يعني 5 divided by 3. يبقى انا خلصت القوس ده 15 minus 10 ب 5. بعد كده عندك ايه؟ عندك exponent اهو 7 باور 2 هخلصه. دور على ده، 7 باور 2 يعني ايه؟ يعني 7 باي 7، 7 باي 7 49. كمل لي كل اللي باقي زيه، ماينس 3 multiplied by 5 divided by 3. متفقين؟ لازم تكمل بالمنظر ده، لازم تكمل بالمنظر ده. طب بعد كده هعمل ايه؟ خد بالك بقى، لما تيجي تبص هتلاقي 49 minus 3 multiplied by 5 divided by 3. قابلني منظر قابلني قبل كده، اللي هو احنا متفقين ان الديفايد والمالتبلاي او المالتبلاي والديفايد بيسبقوا الماينس والبلس، صح كده؟ طب هنا اعمل القوس الاول على مين؟ 3 multiplied by 5 ولا 5 divided by 3؟ اتفقنا وانت ماشي لو قابلك المنظر ده فانت ماشي from the left to the right، وانت ماشي كده اللي بيقابلك الاول، الاتنين المالتبلاي والديفايد ماشيين في نفس المستوى، ماشيين مع بعض، فاللي يقابلك الاول سواء ملتبلاي او ديفايد بتعمله، ولكن ده هو اللي هيتاخر. 49 ماينس دي هتنزل زي ما هي. بص 49 ماينس دي استني شويه، انت لازم تستني. طب قابلك مين الاول؟ 3 ملتبلاي باي 5 يعني 15. كمل بقى باقي المساله، ديفايدد باي 3. يبقى قابلك الاول الملتبلاي اجا عملته خلاص. الخطوة اللي بعدها معايا ماينس وديفايد، الديفايد ايه؟ بيجي قبل الماينس، يبقى انا لازم اخلص ده الاول. الكلام ده ايكوالز، يبقى 49 نزلت اهي ماينس 15 ديفايدد باي 3 يعني 5. 49 ديفايد ماينس ال 5، 49 ماينس ايه؟ ال 5 علشان 15 ديفايدد باي 3 5. يلا 9 ماينس 5 4، وعندك 4 تانية هتنزل، طلع لي 44. أغورك أنت إيه طلعتها 44؟ طيب تعالى نشوف اللي بعدها، آخر واحدة معانا أهي، هكتبها بره 17 minus 11 الكلام ده بين قوسين plus 3 multiplied by 4 power 2 plus 8. يبقى 17 minus 11 أنا بتأكد تاني من النمبرز بتاعتي plus 3 multiplied by 4 power 2 plus 8. تمام. قبلك ايه اول حاجة هتعملها؟ قابلني قوس هخلصه اهو، 17 minus 11 يعني 6، وكمل لي كل الحاجات دي نزلها هنا plus 3 multiplied by 4 power 2 plus 8. تاني حاجة بيز وباور، يبقى هخلص ده اهو، اي حاجة تانية هتنزلها زي ما هي 6 plus 3 multiplied by 4 باور 2 يعني 4 باي 4 يعني 16 بلس 8. ادي تاني حاجه، بص كده ديفايد والمالتبلاي لما يقابلوني اخلصهم الاول وبعدين الماينس والبلس. طيب عندك هنا ديفايد او مالتبلاي، اصل في بلس ومالتبلاي وبلس، في مالتبلاي اهي، روح اعمل قوس على التو نمبرز اللي بينهم مالتبلاي، ده لازم يخلص الاول، هو ده الاوردر بتاع الاوبريشنز بتاعتك. ال 6 هتنزل اهي زي ما هي بلس 3 by 16 3 by 6 18 8 and carry 1 up 3 by 1 ب 3 plus 1 4 يعني 48. الكلام ده plus 8 equals، اجمع ال 3 numbers بقى مع بعض. طيب انا عندي 6 plus 8 يعني 14 plus 48، الكلام ده equals 4 plus 8 يعني 12 2 and carry 1 up 1 plus 1 2 2 plus 4 6، هيطلع لك 62. انت طلعتها 62؟ لو طلعتها 62 تبقى بطل بطل وفهمت الحصة بتاعتنا. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، تكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه، أكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.